طبعا مبادرة المجلس الاستشاري الشبابي لمنظمة تهادي الخير نحو آسيا مبادرة جديدة نسبيا بدأت تقريبا من سنة ونص، وهي تحت مظلة قسم التطوير الشبابي في منظمة تهادي الخير نحو آسيا. المهم عندنا نكون مواطنين عالميين، شباب فعالين، متميزين، مثقفين، متفتحين، نمثل المجتمع في أبهى حلة، ندرس حاجات المجتمع بكل أمانة وبكل صراحة، ونبينها يعني بطريقة ما تكون منحازة، وتكون بطريقة تخلي الخير عام على كل شيء. يعني لأن هالشيء أساساً إحنا تعلمنا من بلادنا قطر، وتعلمنا من المبادرات القطرية، سواء في المبادرات المحلية أو المبادرات العالمية. فأتوقع أن أفضل درس لنا هو الدرس اللي إحنا نتعلمه من الجيل السابق، من حكمة الجيل السابق، بس في نفس الوقت نضيف عليه جمالية الشباب واليونيكنس مال الشباب. يعني احنا بنحاول يعني نربط حلقة وصل بين الأندية تاعت روتا وروتا نفسها كNGO. فمنحاول انه يعني اسم المجلس مجلس استشاري شبابي لروتا، فاحنا بنعطي استشارات mentoring، we mentor the clubs، منحاول نطور في مشاريعهم، منحقق اهداف المشاريع، والأهم من ذلك انه هذا كله بيساعد وات كونتريبيوتس للرؤيه تاعت قطر اللي هي 2030. اعتقد ان اللي يميز المجلس الاستشاري الشبابي في منظمه تهادي الخير نحو اسيا هم شيئين متضادين كليا. الشيء الاول هو الاختلاف، والشيء الثاني هو التناغم الموجود. مثلا احنا كلنا نجي من خلفيات ثقافيه مختلفه، من تخصصات مختلفه، من اعمار مختلفه، ولكن يجمعنا شيء واحد وهو تمثيل الجيل الشبابي في ابهى حله، والسعي دائما ان نكون يعني بيرفكت في بيان حاجه الشباب، واللي على اساسها نبني فيها مقترحاتنا اللي نقدمها حق يعني حق المنظمه. ايضا من احدى الشغلات اللي نهتم فيها كمجلس استشاري وفي روتا يعني هي تحقيق الاهداف الالفيه الميلينيوم ديفلوبمنت جولز. طبعا هم 8 وكلهم مهمين لاي مجتمع، حتى لو المجتمع، حتى لو الكونتري كانت ديفلوبد اوريدي، ستيل وي هاف تو اولويز تيك كير اوف ات. احدى هاي الاهداف اللي هي اليونيفرسال ادكيشن، التعليم العالمي. واذا نقدر احنا نطلع اكثر من قائد بيطلع جيل مليء ممتلئ بالدورات القيادية، كفؤ انه ينحط في اي موقف صعب يقدر يتكلم. في روتا طبعا احنا مش بس نركز على اللي هي الشهادة الابتدائية، ولكن في اليوث ديفلوبمنت بروجرام، القسم التطوير الشباب، ايضا نهتم في السكندري ايدوكيشن وما بعد ايضا الثانوية. فهي يعني احنا بنحقق الاهداف الالفية من خلال طاقة الشباب اللي هون وتنميتهم. تنمية الشباب بتساعد في تحقيق هالأهداف الثمانية المهمة. عندنا الجانب الإنساني، إن شلون لما العمل اللي نسويه حتى لو كان عمل صغير يعني، بس بيكون جزء من عمل كبير بيأثر تأثير كبير في حياة وايد من الناس، خصوصا الشباب وخصوصا الناس المحتاجين. والشيء الثاني مثلا المحفز الديني، رسول صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أنفعهم للناس، واعتقد ان من صفات المسلم انه يكون دائما مبادر نحو الخير، ودائما يسعى للافضل، ويسعى لبناء عالم افضل متماسك متحاب، وعالم يضم كل شرائح الانسانيه. وفي طبعا المحفز الوطني، لان الاشياء اللي احنا نسويها تاثر، سواء تاثير مباشر او غير مباشر، او حتى تاثير بعيد المدى على الرؤيه الوطنيه لعام 2030، رؤيه قطر الوطنيه. يعني ما نعتبر نفسنا بس مواطنين في حدود وطن واحد، طبعا احنا نفتخر في هذا الوطن، لكن تعلمنا من هالوطن ان نكون يعني مواطنين عالميين، جلوبال سيتيزنز، ويكون تاثيرنا اكبر واكبر. فاحنا في سعينا يعني نحاول حتى يعني ان نسوي اشياء تاثر في المجتمعات الثانيه في سبيل تحقيق الميلينيوم ديفلوبمنت جولز. المواطنة العالمية كتير مهمة، اللي هي Global Citizenship. فإحنا we act as Global Citizens، نحضر مؤتمرات خارجية كمجلس استشاري، اللي نحاول ناخد الخلاصة من كل مؤتمر ونحاول نطوره، we try to apply it here في مجتمع قطر الشبابي. من واجباتي أن أقدم تقارير أول بأول عن المؤتمرات اللي أحضرها، عن أداء الشباب في الأندية اللي موجودة تحت مظلة روتا، فهاي نمى قدرتي بشكل غير طبيعي في الدراسة، والله الحمد يعني هاي أشياء كثيرة استفيد وأشكر روتا عليها.
بالنسبة لي كانت تجربة خلال سنة ونص اللي راحت تشالنجينج، بس في نفس الوقت وايد استفدت منها. حلو ان الواحد ينحط في موقف يحس فيه بالمسؤولية تجاه مو بس بلاده، تجاه الشباب بشكل عام. حلو ان الواحد ينحط في مكان لازم يفكر فيه الفكر النقدي اللي عنده، ولازم يبحث ويدور ويطبق كل اللي تعلمه في الجامعة او في الدورات اللي خذاها من روته. وحلو ان الواحد مثلا تيله فرصة انه يسافر ويطلع ويجرب يعني، ويشوف الافكار الموجودة برا ويحاول انه ياخذها ويطبقها يعني في بلاده. كانت تجربة ممتازة، والحلو في السالفة ان كلنا كملنا بعض. مرات اوقات كانت شوي صعبة، ومرات اوقات بالعكس اللي كانت يعني حسينا في ناتج اللي سويناه. بس بشكل عام اتوقع ان السنين الجاية بتكون افضل، وان اذا استمرينا حتى بالطاقة اللي احنا فيها وبالمومنتم نفسه، اتوقع ان يعني السنوات الجاية بتكون مثمرة اكثر. المجلس الاستشاري لمؤسسة ايادي الخير نحو اسيا ينبع من قطر ويمتد الى جميع انحاء العالم. وانا ادعو الشباب للانضمام لمؤسسة ايادي الخير نحو اسيا لاظهار وتنمية مهاراتهم، وشبابنا فيهم الخير والبركة.